صباح على حضراتكم في آخر فقرة معنا في صباح الخير يا مصر. وفي الحقيقة الثقافة العراقية من أقدم الثقافات والحضارات الموجودة على مر التاريخ. وزارة الثقافة العراقية لها مشاركة مهمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وشهد وزير الثقافة العراقي حسن ناظم توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش المعرض، واللي هيكلمنا عنها دلوقتي الدكتور أحمد العلياوي المتحدث باسم وزارة الثقافة العراقية مدير دائرة المخطوطات العراقية. صباح الخير. صباح النور وأهلا وسهلا. أهلا بيك ومبسوطين أن أنت معنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لكم. يعني في البداية خلينا نعرف أكثر عن أهمية الزيارة في هذا التوقيت تحديدا. تحياتي لكم وصباح الخير يا مصر للقاهرة العتيدة، وفرصة طيبة في أن نلتقي من على شاشتكم بجميع المشاهدين الكرام في مصر، ونرجو لمصر الخير والبركة ودوام السعادة. حقيقة اليوم المشاركة العراقية تمثلت بمشاركة وزارة الثقافة والسياحة والآثار. حضر معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم إلى معرض الكتاب في القاهرة بنسخته للعام 2022، ومعنا مجموعة من السادة المدراء العامين والمتخصصين في مجال المعرض والخبراء من وزارة الثقافة. المعرض في نسخته في هذا العام تحضر فيه الوزارة لتقدم مجموعة من الكتب الجديدة التي صدرت منذ مدة قريبة، وهي كتب متنوعة. هناك مجموعة من دور النشر التابعة للوزارة تحضر في المعرض، منها دار الشؤون الثقافية العامة، ودار المأمون للنشر والترجمة، ودار ثقافة الأطفال، ودار النشر الكردية، فضلا عن الإصدارات الصادرة عن الهيئة العامة للآثار والتراث، مجموعة من الكتب والمجلات. وحقيقة المشهد اليوم لمن يحضر إن شاء الله، ونأمل من الجميع أن يزور الجناح، جناح وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، سيشهد وسيرى مجموعة كبيرة من المصنفات المؤلفات التي تدله على واقع الثقافة العراقية في مثل هذه الموضوعات. نعم دكتور أحمد، يمكن وإحنا بنتكلم على يعني دولة العراق تحديدا، الدولة الشقيقة لمصر، اللي فيه دايما روابط ما بيننا وما بينها، سواء كانت روابط تاريخية روابط حضارية أيضا، وفي تشابه في الفكر والثقافة. إزاي نقدر نعكس ده أو نترجمه في إطار التعاون المشترك اللي ما بيننا؟ حقيقة هذا سؤال مهم، ونحن اليوم يعني نتجه في زيارتنا لمصر الحبيبة، ومعالي الوزير أقام أياما هنا قبل أن يسافر في يوم أمس، متجها إلى باريس لحضور اجتماع لليونسكو. أقمنا هنا وتحركنا على مجموعة من يعني المؤسسات ذات العلاقة. التقى معالي الوزير بمعالي وزير الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، ومعالي وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني. وكذلك التقى عندنا رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث الدكتور ليث مجيد بالدكتور السيد مصطفى شريفي رئيس الهيئة لديكم. فنحن أيضا ككادر التقينا بمجموعة من الشخصيات، في ذهبنا إلى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ذهبنا إلى معهد المخطوطات العربية. هناك حراك ثقافي لأننا نؤمن يبقى لها يتمخض من يتمخض أنا يعني ماذا ستسفر. وضعتك في الحركة السريعة الحركة الرسمية بالضبط، هذه حركة رسمية للسادة الوزراء للكادر من بعدهم الكادر المتقدم. الحركة التي نتحدث عنها أننا نؤمن بإيمان منقطع بأننا نحتاج إلى هذه الشراكة الثقافية، ولا سيما مع مصر. حديثك وإشارتك، نحن نؤمن بها إيمانا تاما بأن ما بين الدولتين يختلف عما هو ما بين العراق وغيره من الدول. هناك تشابه في الملفات، في الأهداف الثقافية السياحية الآثارية. العراق ومصر يتشابهان في هذا المشهد، لهذا نجد أنفسنا في مصر مثلما مصر تجد نفسها في العراق في ملفاته الآثارية الثقافية السياحية. وتحدثنا مع مجموعة من كبار الشخصيات الثقافية المصرية التي التقينا بها وزاروا الجناح، عن كيف كان المثقفون المصريون يطبعون كتبهم في العراق، وكانت بغيتهم في دار الشؤون الثقافية العامة، وهذا جزء من المشروع الثقافي الذي نريد أن نعيده، وهو طبعة بغداد يكتب لدينا المؤلفون المصريون، وكذلك المؤلفون العراقيون يطبعون في مصر.
فضلا عن الملفات الأخرى، ملف المخطوطات، ملف السياحة، وملف الآثار، هذا الملف الأساس بين البلدين. بلاد ما بين النهرين ونشأة الحضارات قديما، ومصر هي يعني بنسميها أم الدنيا وأم الحضارات كلها، يعني إحنا من أقدم الحضارات، فهذا أوجه التعاون ما بين البلدين دي هتصفر على يمكن يعني إيجابية شديدة جدا على وجودكم في معرض الكتاب ونسخته 53. شفت إزاي المعرض ومشاركة المواطنين ومشاركة كمان دول مختلفة؟ يعني عودا على سؤال الأستاذ الفاضل، أننا ذهبنا الآن إلى إجراء مجموعة من مسودات المذكرات التعاون والتفاهم على مجموعة من الصعد في هذا المجال الثقافي السياحي الآثري. هذه نقطة مهمة، أننا سنمضي إلى كتابة هذه المسودات ليطلع عليها الطرفان الجانبان، فضلا عن الذهاب إلى مجموعة من ورش العمل يعني تجرى بعد مدة قريبة. هذه الورش ستعقد إن شاء الله في مصر، سيحضر مجموعة من الخبراء الآثريين العراقيين القانونيين لإجراء مجموعة من الأعمال يعني بالتعاون مع الخبراء المصريين في هذا المجال. ورش عمل تدريبية ولا؟ لا، هذه ورش عمل للتشاور، للإطلاع، للاستفادة من الخبرات الموجودة أيضا في القطاعين، في وزارة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والأثار، مشكورة طبعا أنها تقدم هذه الخدمات الكبيرة بالتعاون مع الجانب العراقي. في الحديث عن المعرض، فأعتقد أن معرض القاهرة الدولي يعني مثل الذي يتحدث عن القمر في عتمة الليل، يعني الله. أي نعم، حديث يعني يشهد به القاصي والداني. معرض صحيح. القاهرة هذا المستوى العالي من التنظيم، من التصميم، من حضور دور النشر، من هذه الرحابة والحفاوة الموجودة في داخل المعرض، من نوع المعروضات والتنوع في طرح الكتب ودور النشر، في ما يقدمه المعرض حقيقة من فعاليات ثقافية، من أمسيات، من لقاء للمثقفين. أنا أعتقد نحن نشاهد المعارض الأخرى، معرض القاهرة مختلف لأنه في القاهرة في مصر، هذه نقطة مهمة، فأنت تحضر للمعرض ومن جهة أخرى تحضر معالم هذه العاصمة وهذا البلد. صحيح. في كل مكان هناك معلم يدلك على الثقافة، يدلك على الكتاب، هناك تاريخ لدور النشر، للأسماء التي نتحدث عنها. مصر أعطت وقدمت وكتبت وأثرت تأثيرا بالغا في ثقافتنا في كل البلدان، وهذا يعني ليس مديحا وإنما هي شهادة بسيطة في حق هذا البلد وفي حق مثقفيه وفي حق مؤلفيه. فالمعرض هو نافذة من نوافذ هذا البلد بكل ما يملك من اكتناز ثقافي، من غنى معرفي. وأعتقد أن هذه النسخة نسخة مميزة، أنت تشاهد وأنت تتجول ما بين الأروقة، هناك براعة في تصميم الممرات، في تصميم القواطع، نتحدث بهذه الدقة، العناوين، الأسماء، التفاصيل، حضور وخروج الناس. وأعتقد أن المعرض نجح في نقطة أخرى، النقطة الأخرى هي القدرة على جذب الناس والحضور إليه. يعني هناك مساحات ممتازة يحضر فيها الناس، تحضر فيها العوائل، يحضر بها الأولاد الصغار، الكبار. صحيح. الصبية، كل هؤلاء يحضرون في هذا الكرنفال الثقافي، وهذا مكسب كبير جدا. يعني لم يعد المعرض فقط للنخب، دائما المعارض تذهب لتكون للنخب، اليوم تجد الناس يحضرون، يتسوقون، على الأقل أنه يشاهد، يعني ينظر للكتاب، ومن بعد ذلك سيشتري، سيقتني الكتاب. كل هذه الفعاليات تعبر حقيقة عن حرص مصر وإدارة المعرض، حرص وزارة يعني الثقافة والجهات العاملة. دكتور أحمد، حضرتك يعني بتسهم في الوصف الخاص أو الشرح الخاص بالمعرض، وكأنك خدتني في جولة داخل أروقة المعرض. والله حسينا يعني أننا فعلا أنا سرحت كده والله، وأنا واقف قدام حضرتك حسيت أن أنا جوه المعرض وبتمشى زيارتي أبدا. فيعني وحضرتك ذكرت أن فكرة مش بس زيارة المعرض، لكن كمان المعالم التاريخية لمصر تحديدا. ويمكن قيل عن مصر قديما أنها مدينة الألف مئذنة، ويمكن دلوقتي بقت الألف ومية ومتين وتلتمية من كتر المآذن اللي بتبنى. هنا نروح لفكرة أضرحة آل البيت، هل في تعاون أو نقل خبرات في مجال الترميم الخاص بهذه الأضرحة؟ يعني الأضرحة قصدك في في مصر
يعني هو في العراق ملف الترميم والصيانة، هذا ملف جزء من الملف الأثري. الحديث عن ترميم وصيانة سواء كان على مستوى مباني، يعني نسميها المباني التراثية، أو الحديث عن ترميم وصيانة القطع الأثرية، أو ترميم وصيانة المخطوطات. صحيح. هذه ثلاث ملفات هي جزء من ملف الأثري، وهو هذا الملف من المؤمل أن يصار إلى نقاش في الورش التي اقترحها السيد وزير الثقافة السياحة والآثار المصري. كنا في زيارته ومع السيد الوزير الثقافة العراقي، ومن المؤمل أن يلتقي الخبراء ويتحدثون عن هذا الموضوع. تعرف أن في مصر مثل ما تحدثت أنت قبل قليل، مجموعة كبيرة من المباني التراثية لوحدها هي حقيقة معلم تاريخي سياحي جذاب ومهم، وواجب علينا أن نحميه. مثلما في العراق لدينا بيوت ثقافية ولدينا مساجد يمتد يعني عمرها لأكثر من 1200 سنة. بعض المنائر المساجد، هو ده كان يعني صلب أو صميم سؤالي، فكرة تبادل الخبرات سواء كان يعني المرممين الخاصين بالعراقي المرممين العراقيين وأيضا المصريين، لأن احنا في مشروع كبير شغال عليه مصر حاليا، وفكرة هو إحياء القاهرة وترميم الأضرحة ويعني المآذن والأماكن الأثرية والمساجد الأثرية أيضا. فهو ده هذا ما هو موجود، تبادل الخبرات من الجانبين. نعم، هذا هو ما موجود الآن. أيضا المشروع موجود في بغداد، لدينا مجموعة كبيرة من البيوت الثقافية، لا سيما المطلة على نهر دجلة، هذه المنطقة ساحل دجلة، مساجد قديمة، مدارس مثل المدرسة المستنصرية وغيرها. هذه المواقع تعرف حاضرة بغداد ليست بعيدة عن هذه الأجواء، فلدينا هذا المشروع قائم اليوم فضلا عن مساجد من شمال العراق إلى جنوبه. لدينا مسجد النوري اليوم، هذا المسجد المشهور، وقبل مدة يعني ذهبنا إلى مسابقة دولية في إعادة ترميمه وإحياء عمارته. فنحن نتحدث عن هذه الملفات المتشابهة بين البلدين، وذكرت لك قبل قليل أن هذا جزء مما نريد الذهاب إليه، تبادل الخبرات في هذا المجال. هذا واحد من الملفات، الملفات كثيرة حقيقة، وهذا ما يؤملنا ويشجعنا في أننا نذهب إلى شركائنا، إلى إخواننا، إلى أحبائنا. هؤلاء لديهم الخبرة ويمكن التعامل بيننا وبينهم بسهولة لأن الأهداف متقاربة. خليني أخذ حضرتك من مصر القديمة والعراق القديمة، وإحنا دلوقتي مصر بتنتقل للجمهورية الجديدة، وده بيبقى فيه زي تطور كبير في شتى المجالات، ولكن خلينا نتكلم عن التعليم. فهل كان في يعني مشاريع قادمة عن يمكن تبادل خبرات في التعليم أو في مجال التعليم؟ يعني حقيقة خليني أنا أقول شيء بالعراقي، أنني زرت مصر قبل أكثر من 10 سنوات، 12 سنة، واليوم مصر آخر زيارة؟ أي نعم، من 2008 ربما. لا هنا هتقول لي الفرق، كنت شايف مصر إزاي ودلوقتي إزاي؟ تماما تماما، ما هذه الإشارة الذكية لدى الأستاذ، أن مصر مختلفة ما شاء الله، وهذا مما يعني يفرح القلب، أن الإنسان يجد بلدا عربيا متحركا يعني في حالة التحسن، يسموه التحسين المستمر. هناك حالة تحسين مستمر، هناك انتشار لمباني جديدة، لمخططات جديدة، لدوائر، لعمارة جديدة، وهذا كله نحسبه رصيدا لنا جميعا نحن عندما ندخل إلى مصر، إلى القاهرة. وحديثي عن القاهرة ليس أكثر طبعا، أنا أتحدث عن القاهرة، ألمح هذا المشهد العمراني الجديد، وحقيقة كلنا أمل في أن يستمر وفي أن يعني يمثل هوية جديدة للقاهرة. الحديث عن ملفات التعليم نحن أشرنا له ضمنا، يعني جزء من تبادل الخبرات هو توفير هذه الحقائب التدريبية، مستلزمات التعليم في مجال التدريب السياحي، في مجال التدريب الآثاري، فضلا عن التعاون المشترك في مجال الثقافة. وتعرفون أن هناك جانب مفقود في الملف الثقافي وهو جانب التعليم. يعني أصبحت الثقافة في العالم هناك سبل وطرق وأساليب لإيصالها إلى المجتمعات. لا يترك الأمر أن هذا يقرأ كتاب أو لا يقرأ، لابد من وجود نظام. هذا النظام نظام ثقافي يؤسس له عن طريق خبراء التعليم، كيف نعلم مجتمعاتنا ثقافة معينة، ما هي أهدافنا الثقافية. هذا مما نريد أن نذهب إليه قريبا.
يعني دكتور احمد، حضرتك اتكلمت على فتره، برضو فتره غيبه بقى طويله زي ما حضرتك ذكرت، بتكلم على 10 سنين تقريبا. ال 10 سنين دي يعني وحضرتك بتقولها انا خلتني يعني اتولد جوايا سؤال كده، ايه الحاجه اللي شايفها مميزه جدا حاليا في مصر لفتت نظرك وعالقه حتى الان في ذهنك؟ حقيقه المشهد المهم الذي اراه الان، وهذا رايي يعني، ان هناك تغير وهناك انتقال متصاعد، نحن نسميه في الشعر ايقاع متصاعد. هناك ايقاع متصاعد يعني للبنيه، اكو بنيه داخل القاهره، هذه بنيه قديمه موجوده على مستوى المباني اللي نتكلم عنها، المباني القديمه في القاهره القديمه، في التراثيات وما كانت عليه العاصمه. اليوم انت تجد بنيه جديده، وهذا ليس امرا سهلا، انك في القاهره المزدحمه المكتظه بالسكان بالمباني، انك تفكر بمد هذه المدينه، هذه العاصمه الكبيره، تاريخيا حضاريا سكانيا، وتفتح نوافذ جديده لبناء جديده، هذا ليس امرا سهلا ابدا، يعني يحتاج الى تخطيط عالي، الى دراسه متينه، الى قدرات كبيره في انك تدخل فتجد ان المدينه كلما مضت بك السياره، سموها العربيه مو السياره، كل ما تمشي بك انت راح تشوف حال من التوسع في الشوارع، في العمران، في البناء، في طريقه المباني، في ما تراه من يعني نمط حضاري جديد في التصميم، مع المحافظه على ينعكس على ايه ده؟ الهويه يعني لان في دايما كانت انتقادات او في الماضي يعني كانت بتيجي اللي هو يعني هنعمل ايه بالطرق؟ البنيه التحتيه الكبيره دي، فكرد بقى حد يعني مش مصري اهو يعني ان كان شقيق يعني، شايف الطرق دي هتوفر ايه؟ ايه مردودها بعد كده؟ والله دعني يعني اكون حيادي اولا، لاني يعني احب مصر، فاريد اكون حيادي من جهه، ومن جهه اخرى اقول ايها الاعزاء، هذه فرصه كبيره، والخطاب للجميع يعني من أحبائنا اللي يسمعونا ويشوفونا، أن المدن عندما تتسع على وفق خطة استراتيجية استثمارية بهذا المستوى فهذا مكسب لجميع أهل هذه المدن. عندما تجد لك شوارع فسيحة، تجد هناك أسواق جديدة، صحيح، جذب لرؤوس الأموال، فهذا يعني أن هناك زيادة في مصادر الدخل، أن هناك سائح سيأتي إلى البلد ليجد الشوارع متاحة، ليجد أسواق يتحرك بها. الفرص ستكثر، راح تكثر مع وجود هذا النوع من المباني الجديدة، من الشوارع، من العمران، حضور الشركات العالمية العربية إلى هذا البلد، لأنها تجد منطلق للتعمير للعمل. كل هذه الأشياء أعتقد باختصار أن لها مردود وعائدها لخدمة البلد ولخدمة حتى السائح سواء كان عربيا أو كان أجنبيا. لهذا يعني قديما كمان العراق مليئة بالتراث، وتخطيط المدن كان من أقدم ومن يعني يمكن كانوا بايونيرز أو رائدين في مجال تخطيط المدن. وفي الحقيقة احنا بنتمنى للعراق إن شاء الله عودة سريعة ورقي دايما. وبنشكر حضرتك الدكتور أحمد العلياوي المتحدث باسم وزارة الثقافة العراقية ومدير دائرة المخطوطات العراقية على وجودك معنا وعلى كلامك الجميل عن مصر وعن أكيد وجودك معنا في صباح الخير. أشكركم جزيلا. أشكرك يا دكتور أحمد. طيب. للأسف وقتنا خلص، بس يمكن زي ما حضرتك قلت لما بنقعد مصريين وعراقيين مع بعض ما بنحسش بالغربة، فهو ده يعني سبب من أسباب الوقت السريع اللي جري بسرعة. بنشكرك يا دكتور مرة ثانية. شكرا جزيلا لكم. شكرا. شكرا.